منرحب كلنا سوا برئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري كميل شمعون. أهلا بالرئيس. مصورك رئيس، اشتقنا لك. الله معك. الله يخليك. شو هالطلة الحلوة هاي؟ هي عم جرب نكون على مستوى، بتعرف. لا انت على طول على مستوى. كيف شفت لنا الطلة كمان وراي؟ ما ابدا، مثل كأن عين برايس. قلت لي ولا لا ولا, ايه ولا, ولا الأوزاعي؟ لا قريبة على الأوزاعي. بس قريبة على هذه الشقفة اللذيذة اللي فيها. رئيس دوري، بدنا نفوت بصلب الموضوع، ودي اسألك سؤال شخصي مني لإلك. تفضل. يعني الله يطول بعمرك، بس حاب اعرف مين اكبر بالعمر، حضرتك او الجنرال عون؟ لا انا اكبر. انت اكبر؟ قديش عمرك؟ بالعمر وبالقطعه. بالعمر وبالقطعه؟ ايه. طب يعني مزبوط مثل ما بقول مثل انه اكبر منك بيوم افهم منك بسنه؟ ما ليش 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 سنه واحده؟ شو؟ ليش مش في اكثر؟ قد ايه عمرك اسم الله؟ قد ايه عمرك اسم الله؟ فتنا ب 83. يخزي العين عنك، يخزي العين. ما بتعطي ابدا. بعمل مكياج. تعمل مكياج؟ ايه؟ بعمل مكياج. فكرت شي مره بوتوكس ما بوتوكس هول شيء فكرت فيها؟ فكرت فيها بس لقيت انه بتلبق لغيري اكثر مني. مثل مين؟ في ستات مثلا بيعملوا بوتوكس. اقول لك جنرال عامل شيء بوتوكس شيء موجود؟ ما صار لي زمان مش شايفه من قريب، ما بعرف. اه اوكي. رئيس، سؤال. هلا انا من يعني ماني كثير شاطر بالعربي، بس انا حابب تفسر لي انه في الحزب الوطنيين الاحرار، الوطنيون الاحرار، هل هو جمع للوطن الحر؟ مبدئيا جمع. مبدئيا انا كمان بالعربي مش كثير قوي بس انه مبدئيا ايه. معقول يكون اخذينا منك يعني من يعني وطنيون الاحرار او شيرينا او شيرينا من الاي بي سي او شيء من هذا. طب سؤال، ليش ما بترشحوا عون للرئاسه وبنخلص بقى؟ نحن شو فينا رشحنا رشحنا شو؟ شو فينا رشحنا رشحنا؟ ما فيكم يعني ترشحوا؟ يلي بده يترشح على وسهلا فيه، البلاد الله واسعة. اوكي. مش شاطر يترشح الواحد، شاطر ينجح. المهم ينجح. ايه. طب حضرتك مرشح شيء؟ لا. انا اخذ دواء ضد الجريب اساسا. هلا هلا بيناتنا في شيء ماروني منه مرشح؟ ايه في ماروني. انه في شيء ماروني على 10452 ما بفكر فيها؟ ما الحظوظ له. خي هن طب فاتحين له مجال، عم بيقولوا له انت هيدي الكرسي للمرنه. اوكي. طب شو كل واحد مروني له حق يفكر فيها؟ عقبالك يعني. لا دخيلك دخيلك. الله يبعد عني هذا الكأس. رئيس دوري، على طول بالبرامج الفكاهيه بيصوروك بصوره انه حضرتك بتسب كثير، مزبوط؟ شو قصه المسبات معك؟ لا لك شغله. ليش بيصوروك هيك؟ هودي بيفتكروا انه عم بتزيكوا. اوكي. ايه انه عم بتزيكوا، انه اذا كانوا صوروني عامل سب وعامل اعمل كذا بينزلوا لي من قيمتي. ايه. وبجربوا هيك يشرشحوني ويستقلوني وكذا. مبروك عليهم يا اخي، كل واحد يعمل حسب ما بيفتكر. طب هلا انت مزبوط بتسب كثير ولا هن هيك ما عم بيفتروا؟ لا هي ما من وقت لوقت ما بتزبط القصه، لانه للدغري ما في شيء بيخليك بهالبلد، ما في شيء بيخليك انه ما تسب مبدئيا. اوكي. بس لا بظن دفعوا علي اهلي مصاري كافيه حتى ما نستعمل مسبه في مدى الكود الجرة. اه ده. طب حضرتك بتسب بالانجليزي ولا بالعربي؟ يلي بدك اياه بكل اللغات؟ يلي بدك اياه. طب وانت عندك شيء مسبه لهم هول اللي بحطوك بهي الصوره؟ لا مسبه ما راح بسبهم، لا بس بدي اقول لهم انه صارت قصتهم بايخه شوي. بايخه شوي ولا كثير؟ انا بلاقيها بايخه كثير. بيسوى. بتسب عجقة السير؟ لا. او بتسب نهار الثلاثة بعد الظهر اكثر؟ لا
ثلاثة. ليش ثلاثة؟ بس أنا حتى ما بيعرف شو في نهار ثلاثة في مؤتمر الأسبوعي للجنرال عام. ضميريا وين بتسب أكثر؟ لا لا هو بيني وبينك ما حتى ما سألتك شو في ثلاثة عن جد بكي ما بعرف كأنه في كان ولا عاطي بالي حتى القصص. ما في عندنا غير شيء نعمله يا أخي. في أشياء كثير الواحد ما هيك يمضي وقته فيها ويكون مثمر. رئيس دوري حضرتك مشكلجي شيء يعني بالعادة بتحب تعمل مشكل؟ لا والله مش فاضي للمشاكل. ما أبدا من أنت وصغير؟ لا مش فاضي. أنت وصغير ما كنت مشكلجي؟ أخي في أشياء تاني الواحد يعملها من أنه يعمل مشاكل. هلا أنه إذا كانوا اجوا وللبد ودفشوك بمشكل ما بنهرب منه يعني عيب الهريبة. بس انه واحد بس انه هيك مشكلجي يفتش على مشكل لا لا بس انه وقت تحز المحظوظية انت هونيك يعني مثل ما صار وقتها من زمان وقتها بالأشرفية ب43 زمان غلطان وقتها نقفت على الفرنسوية وكانوا وقتها عم ياخدوا الوالد ذكرها الحادثة ب43 كان في مشكلة بيننا وبين الدولة الفرنسوية اثنين بدوا استقلال وفرنسا ما بدها تعطي استقلال. اوكي ووقتها صار في اللي صار اجوا اخذوا من رئيس الجمهورية والوزراء كلهم وحطوهم كلهم برشية مزبوط حبسوهم وسكروا طرقات ومنعوا عدة امور وحتى وقت اللي عملت اول جلسة لمجلس النواب طلعوا علم اللبناني الجديد كان بعده بيجي واحد عسكري فرنسي بيطلع حتى ينزل العلم الله يرحمه نعيم غبغب كان موجود تحت بيشيل فرده طق بأوصل عسكري وبنزله وقوصوه صهولة لنعيم وقتها بس مش إصابة مهمة كتير أوكي. وكلنا كنا محمسين بالحي ولاد الحي وكل وحاملين نقيفات أنا بالله بس حملنا لا نقيفات أصلا نقيفات وفرودة وفرودة كمان ايه وفرودي كمان ايه بس كنت فرودي شو؟ فرود فرد نمره 7 انا كنت على المدرسه معي فرد نمره 7 بالشنطه والله نعم والنقايفه؟ النقايفه للعصافير النقايفه للعصافير طيب وليش عم تنادوا هلا بنزع سلاح حزب الله اذا كنت تروح على المدرسه ومعك فرد نمره 7؟ انا ليش عم نادي هلا؟ هلا؟ لانه مش شايف انه في ضروره برايك ما في ضروره؟ مش شايف وين ضروره مع انه في عندنا جيش محتل هون نحن بالداخل عم نحاربه وعم نقاتله يعني هلا هو بيني وبينك يعني لا عم بحكي انا هلا فعليا جيش احتلال ايه عندنا جيش احتلال هون بالداخل ما عندنا جيش احتلال ما يعني ما بعتقد لا يعني بس انه ممكن باي لحظه يرجع لا فشلوا لا فشلوا مش لهالدرجه هيدي ما تعملوا القصه لهالدرجه هيدي لا وقت اللي كانوا هون كنا عم نقتلهم ونشحطهم انه بدها ترجع تخلينا نمسك نحمل باروده عن جديد يعني بس انا عم بحكي عن الاسرائيليه رئيس يا اخي انت في الناس لا والله امبلا في الناس لا والله عم بحكي عن الاسرائيليه باي لحظه ممكن يفوتوا لا في الناس ما اصلا عم بحزك وحزك مزك الشباب والله هلا هو مزبوط عمو للنائب علي عمار كان معكم بالاحرار ولو محمود اسمه محمود عمار والله كان بالاحرار اي سنه نائب كان نائب وكان عضو مجلس بالأحرار رئيس دوري سؤال هلا غير السياسة وبيو كمان محمد عمار كان يده اليمنى بالمعارك السياسية بأبو حسن كان يده اليمنى بالمعارك السياسية لكامل شعبهم بمنطقة جبل لبنان الساحل طيب وليش ما بدأ ترجعوا وتضموا علي عمار على الأحرار هو علي ما أجا ما بده ها عرضتوا عليه تعيت فيما أنا بيو كان صعب قلت له لك وينك قاعد يضيع علي؟ قال لي بلا انا بكره بيجي بنشوف بنحكي قلت له طيب شو بنحكي؟ ليك انا بعتبر انه هيدي من جمله هالموجات اللي هلا عم نحكي سياسي شوي اوكي بس من جمله هالموجات اللي موجوده بالبلد واللي هي بنهايه الامر الى اخره صح ما صار في موجات بالزمانات اللي كانوا مع عبد الناصر واللي كانوا مع ياسر عرفات واللي كانوا مع كذا واللي كانوا مع الاسرائيلي تمرقوا بلبنان باقي لبنان باقي مش رايح لبنان وبضل اللبناني قد ما اوقات هيك عقلته شوي يشرد افكاره تشرد شوي بده يرجع يحول ودور يرجع لبنان ما عنده غير مطرح
ويلي طلعوا لبرا وشافوا، حتى اللي راحوا عايشوا شيء بأمريكا شيء بكندا شيء بفرنسا شيء ما بعرف وين، بتلاقيهم بيحول ودور مش عارف ساعة لأنت في يرجع فيها لبنان. مزبوط. هذا مش لبنان ما بيروح. ما بيروح. كان يقول كمين شمعون كان يقول لبنان سرمدي أبدي أزلي. مزبوط لبنان سرمدي أبدي أزلي. فعلاً. طب غير السياسة شو تعلمت من الوالد؟ صيد. الصياد؟ ايه والله. ايه والله. بتصيد؟ هلا بعد في صيد ليش بعد في طير هلا يصيد؟ اوي ما البواريت صار عاملين بارودة للفشلاوي هلا. ما شفتهم ما عم تشوفهم على الدعاية هلا حتى الفشلاوي صار فيه يتصيد. ما بوز بالإيدتين. بالإيدتين ايه. كيف طب كيف سامحين هيك؟ هي دعايات حلوة كثير يعني حقيقة، هذه دعايتنا انه بتفرجيك انه في دولة بلبنان. في دولة واعية ما صار أكثر من هيك تماما. في دولة عم تحافظ على الطيور على الطب حافظ على الطبيعة بتحافظ. لا في دولة بلبنان. إيه لا قوية يعني. طب شو لازم واحد لحتى يعمل حتى يفوت بحزب الأحرار؟ إذا اعتبر أنا مثلا أنا على فكرة عم تخلجني أفكاري. نعمل له فحص طبي نحن. والله؟ ايه. شو؟ فوق. من فوق أول شيء؟ فوق قبل كل شيء إيه. لا هو فعليا شو البروسيدور؟ يعني اذا واحد قرر بده يفوت نفحصته فوق اذا كانه راكبين مزبوط اذا كانه شو اسمه اه. وبعدين نعمل له فحوصات اخرى بس اول فحص هو الفحص الفوقاني ايه يلي هو ومن تحت شو بعدين طب مين بيفحص من فوق ومين بيفحص من تحت في اختصاصيين حضرتك كنت رئيس بلديه دير القمر من زمان من عشر سنين لعشر سنين اه لا فتره 10 سنين طب انت هيك بتحس اي احلى النيابه ولا رئاسه البلديه لا والله رئاسه البلديه لا لك لسبب بسيط كثير ليه بتحس حالك عم تعمل شيء عم تنتج عم تعمل شيء بينما بالمجلس النواب العظيم ما عم نعمل شيء ما عم تعملوا شيء ها شغل شغل مش ماشي تبع شو عم لشو بيتخانقوا ولا حتى يصيروا نواب يعني مازال ما في شغل هو هلا في شلم شلم كل عقلك انه انت انه ثلاث ارباع النواب اللي جايين على المجلس جايين ليشتغلوا شو جايين يعملوا يعني؟ جايين يطلعوا بالصوره بس؟ ايه سمعتوا لكان عم بيضحكوا عليكم؟ ايه لا يطلعوا بالصوره ويقطون الخطاب ما طلعوا هذا في يعني في شيء ارض غير ارض الخطاب؟ رئيس دوري مثل ما بنعرف وكل الناس بتعرف حضرتك عندك ولع بالسيارات ومن زمان مزبوطة قصة انه عملت اشتركت بكورس دوكوت مع الملك حسين هون بلبنان مزبوط خبرنا عنه نحن وقتها مع نادي سيارات نعم العمل كان كل سنة يصير في كورس دوكوت اوكي سنت عزمني كنا اصحاب كثير معه انا وداني عزمني اجا وجاب وقتها كان بعدها طالع المرسيدس اللي بسموه الجلوينج اللي كانوا بويبا يفتحوا هيك مثل شو اسمه كان عنده اثنين منهم جاب وحده سيئه هو عمل احسن وقت وقتها والله بس شو نزل بالمرسيدس الجلوينج وقت انا نزل الموتور ب ب ب ب الفا روميو موتور 1300 سي سي يعني الفا روميو هي كنت حضرتك كنت انا وكيله قبل بسول احنا يعني بعدين تركت ما ليه تركت؟ هي ما عجبتني القصه صار يلي شاري عربيه مثل كانه شاريني معه يوعينا باخر الليل انه مطشي معي العربيه طيب شو بدي اعمل لك مطشي معك العربيه؟ ايه قررنا انه بلا القصه ما في شك لانه حضرتك انه خبير كثير بالسيارات طب كيف معلوماتك مثلا عن زملائك بالمجلس؟ لا هلا بعرف الاسم يعني اسم كبير منهم في منهم ما بتعرفهم؟ لا يلي هن مثل ما قلت لي قبل شوي بيعملوا بس نواب كرمال الصوره مثلا هول ما بتعرفهم ها؟ طب مين اصحابك من النواب؟ اصحابي من النواب عندك اصحاب من النواب؟ اصحابي من النواب اساسا يلي بيشاركوني برأي سياسي اوكي هلا بنحكي بعد النواب نواب هلا صداقات شخصيه في مع كل الدنيا في عندنا صداقات شخصية كانوا بيفكروا منا متنا سياسيا ولا لا بس وقت بده يكون نايب وبده يكون صاحبي بده يكون على الأقل سياسيا نحن وياه فرد يعني وليد بيك مش صاحبك؟ وليد بيك مش شوف صاحبي
بتشوف؟ يعني بس تكون فوق بتشوفه و بتشوفه بشوف بشوف. اه بس بتشوفه هيك؟ بشوف بشوف. يعني ما بتطلع عنده اوقات تاخذ لك قرعه متي او شيء؟ اه بطلت اللي عندي. بتشرب بتشرب متي؟ بنطمن على صحته وبنطمن. ليك بدي اقول لك شغله، انا وليد بيك بعرفه، انا طبعا في فرق منيح بالعمر بيني وبينه. اوكي. انا كنت عم ادرس علوم سياسيه بالزمانات بالاكاديميه اللبنانيه، كان احد البروفيسوريه تبعولنا كان احدهم كمال جملاط، والثاني كان جبران طويني وغيره شو اسمه. ففيها العلاقه هيدي من زمان مع العائله. عدا عن انه مع الست نظيره، وعدا انه بين الوالد وين شو اسمه، بضل في شيء سياسي على جنب، بضل في نوع من علاقه شخصيه ما بينه وبين بين بيت جبلاط. هلا بتيجي للسياسه مش دائما بذات الراي انا مع وليد بيك. وهو عنده تفكيره، عنده اعتبارات خاصه لحتى يمشي بخط سياسي معين يلي بتفترق شوي عن الاعتبارات اللي عندي اياها انا بالنسبه للسياسي. بس في عندنا شغله اللي هي موحدين الراي فيها، الا وهي بالنسبه التعايش الدرزي المسيحي بالجمال. هون ما بنختلف. هلا هو فينا نقول انه هذا خط احمر اكيد. حلو. ويعني وبتتفقوا كمان على البيئه مثل ما وليد بيك بالنسبه حافظ على الخضار فوق، هو محافظ وعامل محميه، وعامل محميه، محميه مهمه كثير، لعمل 550 كيلومتر مربع محميه، ما لنا شيء صغير، شيء حلو كثير، شيء حلو كثير. رجع ربيع الارز فيها، ورجع ربيع رجعت محميه طبيعيه بكل معنى الكلمه. يعني من محبتك للبيئه هذا شيء عكس من محبتك لزرع التفاح. زرع التفاح هيدي الوالد بالزمنية تعودنا عليها. عودك عليها؟ ايه. هو زرع تفاح. وبعدك لهلا؟ هو زرع تفاح، وانا رجعت اخذت المزرعة اللي كان هو زرعها. يلي هي وين موجودة؟ بمنطقة اسمها البصايل اللي هي وادي نبع الصفا. اوكي، اوه يعني التفاحة هالقد تطلع. ايه قد ايه؟ هالقد؟ لا عم صغرها. لا عم صغرها؟ هالقد ايه. ايه وهلا عم بتتابعها وبتتابعها؟ لا هلا بيني وبينك لو ضليت، يا بتعمل شغله ايه بتعملها مضبوط يا ما بلاها. انا هيدا بكتابي يعني، هيك تعلمت، هيك علمنا كمان شو 100%. يا بتعمل شغله مضبوطه يا ما بلاها. فخامة الملك، فخامة الملك. انا بيني وبينك لو ضليت بزرع التفاح مش احسن من هي بيقول. لا ما هو لا بس لك شغله، وحده مش من على الثانيه يعني. ايه وحده منا من على الثانيه. انا بالعكس حبيت اعمل المزرعه هذه هناك ارجع اسويها، لانه كان هو شاريها بالاساس من زمان. اوكي. وبايام الحوادث بتصدروا التفاح تبعها؟ بايام الحوادث، بايام الحوادث صار فيها شو اسمه مشاكل، وصار في تعرف ماتوا السجريه ماتت، رجعت انا جددتها كلها عن جديد. ايه. لانه بعرف كان لو هو بعده موجود كان عمل زي الشيء. ولحتى نفرجي بالمنطقه فوق انه لا يا اخي نحن بعدنا بالمنطقه، ما حدا ترك المنطقه، نحن رجعنا وبعدنا موجودين. هن تقريبا كم شجره بيطلعوا عندك فكره ولا مش عددهم ولا مره؟ لا ولا قد ما هن كثار ما صار بدي مكنه تعد عني. اكيد عددهم لك زلمه شو بين. لا بس انا طيب رح ننتقل من لسؤال ثاني ما خصه بالتفاح. من فتره قلت حضرتك انه حضرتكم مستعدين عسكريا ونفسيا في حال تعرضتوا للمصاعب. يعني خبرنا شو عم عندكم كحزب احرار عم تتدربوا؟ رجع عيد سؤالك ملغوم، رجع عيد. لا مش ملغوم. بلا 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 ملغوم، رجع عيد بطريقه حتى هيك عارف بدي جاوب. طيب قلت حضرتك من فتره انه حضرتك مستعد نفسيا وعسكريا في حال تعرضتوا للمصاعب، مزبوط ولا لا؟ بحال مين تعرضتوا؟ حزب الاحرار. لا لبنان. مين؟ إذا لبنان تعرض إيه؟ إذا لبنان. لأنه بوقتها مثل كأنه كنت عم تنسبها. لا لا أنت فهمت غلط. أنا فهمت غلط. نعم. يعني حضرتكم مع احترامي لفهمتك بالسياسة بس فهمت غلط.
طب مصاعب من اي نوع يا رئيس؟ نعم مصاعب من اي نوع؟ شو كنت قاصد؟ اي مصاعب؟ شو مصاعب؟ اذا حدا هجم على لبنان مثلا وبده يحتل لبنان، مين بده يدافع؟ نحن بدنا ندافع، اللبناني بده يدافع، هو الجيش اللبناني. مدكو لوحده يشتغل اذا كانوا لقيناه متضايق ما مساعده. طب انتم كحزب احرار معكم سلاح؟ لا، بس مثل ما عملنا جبنا سلاح من الماضي بظن في نرجع نجيب اذا كان اقتضى الامر ووطنيا بحاجه. ان شاء الله ما توصل القصه ابدا لهون لهالدرجه هذه، بس انه على كل حال نحن حاضرين، نحن بنقول انه نحن بنفدي بدمنا وقت العمل نعمل القسم تبعنا، بنفدي بدمنا تجاه لبنان بقى، مش عم نكذب. رئيس دوري، مين مرشحك لرئاسة الجمهورية وشو بيكون موقفك في حال تمدد للرئيس سليمان؟ يعني حابب تعطيني اسم؟ لا، قبل كل شيء لحديت هلا الرئيس سليمان صار عيدة ومكررة مرارا انه هو ما بخالف الدستور وبرجع بجدد. هلا لا سمح الله وصارت نحن مش معه. طب ما عندك اسم براسك هيك؟ لا ابدا. ليش بدك تعمل لي مشكله من هلا مع الناس يعني؟ لا مش هيك، بس لانه صرنا بعد يعني بعد في اربع اشهر، بعد في اربع اشهر لهلا وبعد ما عرفنا ما في اسم لهلا مطروح. لا لا وقت، ليش بدي اقول لك انا شو عم بفكر يعني؟ شو رايك بالدكتور جعجع؟ شو رايك بالدكتور جعجع؟ كمرشح لرئاسه الجمهوريه. اخي ماروني مثل بقيت المارني. يعني انت برايك مين الافضل يكون، الدكتور جعجع ولا جنرال عون؟ انا ما عندي هيك على العمياني اول ما هون غلطك انه انا ما بشتغل على العمياني. قلبك لمين بهف؟ يا اخي شو بدي بالقلب؟ شو بدي بالقلب؟ ايه انا القلب ما بدخله بالقصص هذه. لو شي ست حلوه بدها تقول لي قلب ما قلب. رئيس دوري، يعني من قعدتك لا يمل فعلا، وحضرتك نورت حلقتنا اليوم، والحديث معك يعني ما بينشبع منك. وانا على فكره من اشد المعجبين بحضرتك، ومن زمان كنت حابب اتعرف عليك، وبنهايه حلقتنا اليوم بما انه حضرتك عندك المام على السيارات وخاصه على البنتلي، حبينا ببرنامج هذا حكي نقدم لك مثل كتاب في حال شي مره تعطلت البنتلي معك. عارف شو بدي صلحها؟ ايه، بكون عندك فكره كيف بتصلحها، هيك مثل هذا مثل سوفينير من برنامج هيدا حكي. تفضل. انا عظيم. ايه يعني هيدي بتزيد على الكوليكسيون الكتب اللي عندي هون عن بنتلي. بس انا انا كمان جايب لك هديه. اه ايه معقول، لانه افتكرتك ايدك فاضي. لا مش عم تطلع بلاش خبرك. لا يا عال تفضل. يعني رئيس صدقني هيدي اغلى من اي هديه عن جد، وعزيزي كثير على قلبي شخصيا صوره فخامه الملك. رئيس كميل شمعون رحمه الله، وإن شاء الله تكون روحه بالسماء يا رب. رئيس دوري، رح نستعرض مع حضرتك هلأ شو مرق معنا بحلقتنا لليلة. عن أي استقلال عم تحكوا إذا حامل استقلال ممنوع يتسلح وسلاح مثل الرز من العريضة للناقورة وكل ديك عم زبلته صياح، والأرزة طبعا ما رح نخليها فل تاني هيك من قاعدها بيوبلا. عدت يا أيها الشقي علي بلو علي بلو. كان يقول كمين شمعون، كان يقول لبنان سرمدي أبدي أزلي. طب حضرتك بتسب بالإنجليزي ولا بالعربي؟ يلي بدك إيه بكل اللغات؟ يلي بدك إيه. تحس اي احلى، النيابه ولا رئاسه البلديه؟ لا والله رئاسه البلديه، بقول لك لسبب بسيط كثير. ليه؟ بتحس حالك عم تعمل شيء، عم تنتج، عم تعمل شيء كمان.